هلا اللي بيدفع لي اكثر بصوت له. ابراهيم الزيز اذا بيرجع بقوم من مقبرته بسميه لأ. المال الانتخابي ضمن قضاء جبال حيكون له مفعول، لانه كلهم فاشلين. نحن عايشين ضمن منظومه برهنت عن حق وحقيق انه منا قادر تخلص البلد نهائيا. اكيد مش المنظومه الموجوده هلا. الدكتور سليم الصاير نحن بالوقت الحالي اكيد كل الدعم له. يعني الدكتور سليم وين باي لائحه بينزل فيها حينزلوا هن على ياخذوا الحاصل. اقرب للدكتور للاستاذ ربيع. عنده حظوظ كثير كبيره. حزب الكتائب اللبنانية بقضاء جبال أكثر حزب شادد حاله ومجمع شبابه وعمل مكنة انتخابية تقريبا صارت 95% جاهزة لإجراء الانتخابات النيابية. كان من أقوى الأحزاب بلبنان، تراجع على مدى كذا سنة، وصل لهالمرحلة حاليا حسب الإحصائيات اللي عملناها بقضاء جبال بحدود 2700 عندهم صوت. يعني دكتور سليم وين بأي لائحة بينزل فيها حينزلوا هني على ياخذوا الحاصل. النائب سيمون عبيرميا على دورتين نائب وعم بيخدم قضاء جبال بخدمات كتير عديدة. بتصور التيار الوطني الحر بعد ما أسس شخص تاني يقدر يمشي فيه غير نائب سيمون عبيرميا حاليا. اللي نازل معهم بصوت له تيار وطني حر. والنائب زياد الحواد بعده بعتبره اقوى نائب لغايه اليوم، بياخد حاصل انتخابي واسم تفضيلي بين كل الموجودين هلقتني. زياد حواد. سيد طلال مقداد انسان عزيز على قلبنا وحبوب، ومسيحيا بيؤمن بالتعايش بين الشيعة والمسيحية. إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه القوات اللبنانية بدها تاخد أبو ربيع طلال المقداد مع على لايحتها، بيكونوا أخذوا أكبر ضيعة شيعية هي ليسا كتائب اللبنانية. أبو ربيع ممكن يكون مع الكتائب اللبنانية أحيان من أنه يكون مع القوات اللبنانية. عنده حظوظ كتير كبيرة، بس اللايحة اللي بدها تاخد أبو ربيع طلال المقداد بدها تكون عندها نوع من سسبنس كتير. أنا ما حانتخب. ليه؟ لأنه ما في شيء منيح ومش ظابطة ولا مرة، وكل مرة بينتخبوا هي ذاتها هي ذاتها، فلا شو؟ دكتور فارس سعاد حكي كلمة رائعة، لما بدي أعمل نايب هين كتير بقول حزب الله شرعي وسلاحه شرعي بصير نايب بقضاء جبال. آخر همه النيابة، بهمه أنه يقدر يوصل للجبيلية أنه مرشح حزب الله ما بدنا إياه، بدنا مرشح الشيعة المعتدل. أنا رح صوت الانتخابات المقبلة كل المرشح يلي جدي ببناء الدولة المدنية. أستاذ أميل ما زال عنده عدد كبير من الجبيلية بيؤمنوا أنه إنسان خدوم واجتماعي ومعطاء. إذا في حدا بغير وبتفكيري إنه بغير أكيد بنتخب، بس كلهم نفس الشيء لا. بيت الخوري بعمشيت عائلة من 4 أطباء. والله وليد الأفضلية، وليد أنا وليد بحبه، وليد خوري إذا نزل. بس على الأكيد جماعة بيشتغلوا سياسي بامتياز وبيخدموا ضمن القضاء وعندهم كتير عدد أصوات، يعني يتعدوا 3400 صوت. بدي صوت إن الله راد للدكتور وليد خوري من عنا ابن ضيعتي، وفي حين ما كان نازل دكتور وليد خوري على الانتخابات بشوف القوى السياسية إذا منزلين حدا من عنا من ضيعتنا من عمشيت مكتوب على تذكرته عمشيت، أنا بكون واقف بجنبه شو ما كان خطه السياسي أو لونه السياسي. دكتور نوفل حسم ترشيحه ضمن القضاء على لائحة المستقلين والحراك مع أستاذ نعمة فريم. ولا واحد ولا سرمية ولا واحد. إبراهيم الزيز إذا بيرجع بقوم من مقبرته بسمي له الوحيد بفوقين زياد. وليه ما بدك تعيدها؟ لأنه كلهم فاشلين. ما حدا أبدا. ليش؟ لأن متخرجة إلى 3 سنين ما عم بلاقي شغل، بشو صوت لهم؟ الأستاذ مشهور حيدر شخص معروف مسيحيا وشيعيا ويتعاطى الشأن العام من زمان، للأسف أنه ما عم بيكمل نضاله لأنه ما في لائحة عم تاخد الدكتور مشهور حيدر. مثلا مشهور حيدر بتنتخبه؟ بنتخبه. ربيع عواد
لا رئيس رائد برو، رئيس بلدية سابق من سنتين قدم استقالته، على الأكيد في منا هدف. ما بنتخب. ليه؟ لأنه ما عندي ثقة بحدا. لشو ما في شيء بهالبلد؟ لشو عشو بدنا ننتخب يعني؟ ما بينطروا إلى نهار الوقت الانتخابات ياخدوا أصواتنا. الشيعة بعد حادثة عين الرمان اللي صارت خلتهم يصطفوا كلهم سوا وراء ثنائي الشيعي. هالاصطفاف صار ملزمين ينزلوا مرشح من قبلهم على أي ليحة ضمن جبال وكسروان. ما زال الأستاذ ربيع عواد من مناصرين التيار الوطني الحر ومؤيديه. الدكتور فارس سعيد قال لهم المدعم النايب، أنا بقول لهم حزب الله شرعي وسلاحه شرعي، بصير نايب ببلاد جبال. الدكتور الأستاذ ربيع عواد إذا قال نفس الطريقة كمان بصير مقرب من الحزب، بس هل يا ترى الحزب حتقبضه جد؟ يعني مبدئيا بين محمود عواد وربيع عواد هذي أقرب لدكتور للأستاذ ربيع، بس إذا الدكتور محمود عنده حظ أفضل ممكن يروح توجهنا للدكتور محمود. أكتر منا متوعين المال الانتخابي ضمن قضاء جبال حيكون له مفعول من وراء الضيقة المعيشية والحالة الاقتصادية المتردية ضمن القضاء. هلا اللي بيدفع لي أكتر بصوت له. أنا أعوذ بالله، أنا مع الدولة اللبنانية. منية الدولة؟ الدولة العسكر لقيادة الجيش، بس يخلوا قرار بشهر السلاح مكل اللبنانية يصير حكم للجيش اللبناني ساعتها بنتخب. بالحزب عندنا الانتخابات على مدار الايام، بنوجه هالمكنة من قويها من حفزها. في شغلات ضرورية مطلوبة منا قبل الانتخابات أكيد نحن بصدد التحضير. أنا مع مرشح حزب الكتائب ولهلأ هون قضاء جبال دكتور سليم الصايغ نازل عن دائرة كسر وين جبال. رح نصوت للدكتور سليم الصايغ مرشح حزب الكتائب. حزب الكتائب حمل أعباء كتير خلال الحرب وبالسلم، توصلت البطاقات بصفوفه لمئة ألف بطاقة. أتوقع أنه العديد بجبال رح يكون حد 1000 و2000 بطاقة. بالمرشح الكتائبي بدائرة كسروان جبال ملتزم جدا، وخاصة أنه نائب الرئيس هو الدكتور سليم الصايغي اللي هو مرشح بكسروان. أكيد داميل المرشح، وخاصة أنه الدكتور صايغ بنظر كتائبي جبال وبنظري أنا هو قامة وطنية وقامة حزبية نفتخر فيها. لحديت هلا عندي دكتور سليم الصايغ اللي هو نازل بكسروان على لائحة الكتائب اللبنانية، أنا برأيي هو بيمثلني بالوقت الحالي. بكسروان دكتور سليم الصايغ إنسان ثابت وكف نظيف. في عنا مرشح بدائرة كسروان هو نائب رئيس الحزب دكتور سليم الصايغ، نحن بالوقت الحالي أكيد كل الدعم له. نحن عايشين ضمن منظومة برهنت عن حق وحقيق إنه منا قادر تخلص البلد نهائياً. نحن قادمين على التغيير. أنا بدي أقول لهم لرفاقي بإقليم جبال، أنتم وجه التغيير، التغيير بده يصير من خلالكم، أنتم بدكم تكونوا نواة التغيير. أنا مع القوى التغييرية ويعني أقرب شيء للمجتمع المدني. في عنا مرشح بكسروان هو سليم الصايغ. كل كتائب بده يكون في حده كتائبيين مشان هالمرحلة نقطعها بنجاح وبامتياز لخلاص الوطن. هلا هو كان قال المرة الماضية دكتور محمود خياره بتحالف، بس مش بالكتلة رح يكون هو معهم، بس تحالف مرحلة أكيد مش للمنظومة الموجودة هلأ. بدنا نشوف مين نازل على الانتخابات، إذا في حدا من المستقلين ممكن نصوت، بس إذا من الأكيب الأورادي موجود أكيد لا. يعني مين مستقلين؟ يعني نحن في نواب سابقين السابقين أكيد لا ولا حدا. ما بعرف مين الثوار، ما بعرف، ما بدني صرت ضايع بين الثوار ومجتمع مدني. أنا بدي إيه؟ بدي حدا عنده بلان واضح وناخد البلد تشوف حالي إذا بضل بالبلد وبصوت أو ما بصور. للجديد يعني، وجاه جديد يعني، لا منه بالأحزاب.